قصة اليوم هي فراخي جائعة جائعة. أريد أن آكل. أنا جائع جدا. أنا جائعة جدا. كوكو ماما، هل يمكنك أن تصلي إلى بابا دمبلدور خفيفة؟ حسنا، اصطفوا في طابور بانتظام واغسلوا أياديكم. لك بشور. شكرا. لك وعد. ولحلا. وهذه لك يا دلع. نشوط. شهم. شكرا. وهذه لنغم. كشكول. شكرا. حصتك يا جلجول. شكرا. وحصتك يا رموش. شكرا. وهذه القطعة بقيت لي لنبدأ الأكل. ماذا يحدث؟ عرفت، إنه النمل. نعم، فالنمل يحب أكل الكعك. ولكنهم ما زالوا يأخذون كعكاتنا. لن يأخذوا كعكاتنا. واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان. توقف. تعالي، الطريق من هنا. واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان. هذا لا يجوز. لا أعتقد. لا تقلقوا، ثقوا بأمكم، سأصنع لكم كعكة لذيذة أخرى. إنها ليست هنا، وليست هنا. أين وضعتها يا ترى؟ يجب أن تكون هنا. ليست هنا. أمي، ما الذي تبحثين عنه؟ أبحث عن المقلاة عزيزتي. المقلاة؟ المقلاة؟ صحيح، المقلاة. ألا تريدون أن تأكلوا؟ المقلاة. لكنني لا أستطيع إيجادها في أي مكان. لكنني شائعة. هذا
وجدتها. سأذهب لأشتري مقلاة. أحسن التصرف يا صغاري. حسناً أمي. مع السلامة. مع السلامة أمي. مع السلامة. أخبروني ما هي المقلاة؟ ربما تكون كعكة لذيذة. أريد أكل المقلاة. نريد المقلاة. نحن جائعون. نريد أن نأكل المقلاة. أجل. دعونا نلحق بكوكو ماما. هيا. انتظروني انتظروني. سوف نأكل فطيرة محلى، فطيرة لذيذة اسمها المقلاة. ربما تكون حليبا بالنشا، لكننا نريدها فطيرة محلى. من أي طريق سنذهب؟ من أي طريق سنذهب؟ من هنا. أخبرنا بشور. من هنا. هيا 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 بنا. من هنا. هيا بنا. اتبعوا. أسرع 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 أسرع. رابط. أتعرف دكان العم غزال؟ رابط. خذنا إلي. نعم رابط. خذنا إلي. خذنا إلي. رابط. نمشي كفريق. انتظروا. ليس لدينا وقت لهذا. إذا أردتم أن تأكلوا المقلاة فاتبعوني. يجب أن نجد أمي الآن. هيا بنا. اختاروا ما تشاءون، فلدي ما تريدون. مرحبا عم غزال. أهلا كوكو ماما. تفضلي. أريد مقلاة من فضلك. لدينا تنزيلات على أفضل المشتريات. جئت في الوقت المناسب. نعم. ماذا عن هذه؟ لديك واحدة أكبر؟ نعم. ما رأيك بهذه؟ أجل، هذه جيدة وكبيرة. ماذا أختار؟ الصفراء أم الحمراء؟ لابد أنها لذيذة. هيا لنسرع. هذه. سأختار المقلاة الحمراء. ماذا تفعلين عندك الحلاء؟ ناقصية. المقلاة لا تؤكل يا كوكو ماما. اعتقدنا أن المقلاة تؤكل. لا تشعر بخيبة الأمل. سأستخدم المقلاة لقلي الفطائر. كتاكيتي، الفطائر جاهزة. ربما تكون حليبا بالنشا، لكننا أكلنا فطيرة محلى. في المقلاة أعدت لنا أمي فطيرة محلى. ربما تكون حليبا بالنشا، لكننا أكلنا فطيرة محلى.
أجرب مذاقها أيضا. لم يتبقى أي شيء. إن معدة أمي تصدر أصواتا هذه المرة. هذا محرج. بيتنا مزدحم ولكنه غير ممل لأنه مليء بالمغامرات المضحكة. كوكو ماما تحييكم. كوكو ماما بانتظاركم الآن. هذا اليوم تحفة كوكو بابا الثمينة تنكسر بسببي. قصة اليوم هي تحفة كوكو بابا. صباح الخير. صباح الخير. استيقظت باكراً. إنها عادتي. يا له من صباح لطيف. تفضل، الفطور جاهز. شكراً لك. استيقظوا بسرعة. اعتنوا بأنفسكم. الحقيبة. انتظر نسيت حقيبتك وأخذنا لها. شكرا لكم. وداعا يا أحبائي. مع السلامة. والآن اغسلوا أيديكم وتناولوا فطوركم. حاضر. لنأكل ثم نلعب في الخارج. هيا أجل. هيا بنا. هيا بنا. يجب أن أنتهي من التنظيف قبل عودة صغاري. لا ما الذي أوقعته؟ لا مشكلة. ماذا فعلت؟ إنها تحفة الجولف الخاصة بكوكو بابا، أول تحفة يفوز بها. إنها أثبل تذكار لديه، يمسح عنه الغبار كل يوم ليتأكد من نظافته. إنها مشكلة كبيرة جدا. ماذا أفعل الآن؟ عاد الصغار. مشكلة. ماذا أفعل؟ أين أخفيها؟ سأخفيها في الثلاجة. فكرة. قضينا وقتاً ممتعاً. أهلاً، لماذا عدتم باكراً؟ أمي، نحن جائعون. جائعون. سأحضر طعاماً من الثلاجة. انتظري، أنا سأحضر الطعام لكم في الوقت الذي سأجهز فيه الطعام. يمكنكم غسل أيديكم. تحركوا. حسناً. هيا بنا. حركي. ماذا سأفعل بالتحفة الآن؟ كم أخشى أن أخبر كوكو بابا بالحقيقة، ولكن إذا اكتشف الصغار الأمر سيصبح موقفي محرجاً. أنا
سوف يجدونها إذا ما أبقيتها في الثلاجة. أريد أن أنام. بعد الانتهاء من الأكل سوف نلعب. مفتر رسمي موجود في صندوق الألعاب. سأبحث عنه. ماذا؟ لحظة 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 لحظة، انتظروا، اسمعوني يا صغار، اسمعوني. أريد منكم، أريد أن تساعدوني في المطبخ. يجب أن تساعدوني في تنظيف الأطباق. حسناً أمي. حسناً أمي. التالي. 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 تفضل نشوط. ها؟ لكنني أريد أن ألعب بالسيارات. حسناً نشوط، سأعطيك سيارة. ما رأيك بهذه؟ أنا أريد دفتر الرسم. نريد لعبة القطار يا أمي. تفضل. شكراً. لا، بسعادتي. شكراً أمي، سأذهب لأنام قليلاً. الحمام أفضل مكان. ما بها أمي اليوم؟ قبل أن يعود كوكو بابا من العمل يجب أن أبحث عن طريقة لإصلاح التحفة. يجب أن أتصرف، يجب أن أتصرف في الحال. أمي، لماذا تتكلمين مع نفسك؟ لا شيء. ماذا تريدون مني؟ أريد أن أذهب إلى الحمام. لا لا لا، لا يمكنك، انتظر. أنا مضطر أمي. أرجوك، لا لا لا، لا يمكنك. هيا هيا. آسفة، الآن يمكنك الدخول، تفضل. شكرا. يجب أن أتصرف، يجب أن أحل هذه المشكلة. سوف أقوم بإلساقها بهذا الصمغ، رائع. أخيرا أصلحته. سأثبتها بهذا اللاصق أيضا. لم أنجح، يبدو فظيعا، لقد يأست، لا حل لدي. لا بأس، سأنسى أمر إلساقها. بدلا منها سأصنع تحفة بديلة من الخضروات وأضعها مكان التحفة المكسورة. لا، لم أنجح، إنها مختلفة تماما. أنا في ورطة فعلا. مرحبا. على مهلكم يا أحبائي. لكن أين أخفيها؟ أين أخفيها؟ أين؟ مرحبا. أهلا بك، لقد عدت باكرا. ما بك؟ تبدين متوترة. صغاري، هل ضايقتم كوكو ماما؟ لا لا، لم نفعل لها شيئا أبدا. لا، أنا جائع. أجل، ونحن جائعون أيضا. كوكو ماما، ماذا حل بك؟ اسمع، أنا ها؟ ما الأمر؟ في الواقع عندما كنت أنظف هذا الصباح أوقعت شيئا لك دون قصد مني، آسفة. وما الذي أوقعته؟ هذه، لقد أوقعت تحفتك عندما كنت أنظف البيت. أنا آسفة جدا، آسفة. أنت أوقعتها؟ نعم.
أجل. مكسورة. خسارة خسارة. لا. لا. أترى لقد كسرتها. كسرتها. سامحني. لحظة عزيزتي، الذنب ليس ذنبك. ماذا تعني بكلامك؟ أنا الذي أوقعتها البارحة وليس أنت. بالأمس بينما كنت أنظف التحفة أظن أنني ضغطت عليها بشدة وفجأة وقعت التحفة وانكسرت. لذا احتفظت بها في هذا الصندوق. عزيزتي أنت لم تكسر التحفة، أنا الذي كسرتها. إذن لم أكن أنا السبب. لم تنكسر التحفة بسببي. صحيح، أنت لست المذنبة. أرحتني. إذن لقد حل اللغز الآن. لقد كانت تتصرف بغرابة. عرفنا سبب تصرفاتها الغريبة. هيا بنا لنأكل. أمي، التحفة الجديدة تبدو جميلة حقاً. صدقني سأصنع تحفة أفضل في المرة القادمة. لا ضرورة لذلك، فتحفتك أعجبتني. لا تكسريها ماما. لا تقلقي، سوف أعتني بها. أنا سعيدة الآن. كنت خائفة في البداية، ولكنني ارتحت لأنني قلت الحقيقة، فقول الحقيقة مريح. إلى اللقاء.